بوانتين او الموقع الطبي في تونس الوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب وتاخذ معاه مواعيد على الانترنت. شكرا. المره ذي وان شوت هي وعد هايره بحذاه. الدفي عطاتني شويه في جمعه كامله في النفس. جمعه كامله للصحيح ريت او قلتها تامه كامله ريسبيراسيون ودنيا كل شيء حضر في روحي للعروض ما هو خطر تحلوا المسارح كل شيء باش نرجعوا للعروض الناس تستناو العروض المسرحيه ان شاء الله في القريب القريب العاج. دونك اليوم في ساحة صغير باش نحكيوا على التبول اللا ارادي عند صغار. يحضر معنا دكتور محمد سامي الكراي مختص في جراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه وعقم الرجال. اهلا وسهلا مرحبا بك دكتور. وبيك شرفتنا. يعيشك ومستمعين اي اف ام. يعيشك بارك الله فيك. دونك كان نحكيوا اول حاجه شنو نقصد بالتبول اللا ارادي عند الاطفال؟ والله هو التبول لا ارادي معناتها احنا وقت واحد باش يمشي يتبول هو بارادته هو. نعم. تبول لا ارادي هو وقت فما التبول ما يتحكمش فيه الشخص الصغير. اي نعم اي نعم. ولذا معناتها هيك علاش معناتها التبول لا ارادي هو موضوع شاسع. احنا اليوم باش نحكيو على التبول لا ارادي عند الصغار خاطر بعد ساعات فما التبول لا ارادي حتى عند الكبار. اي احنا اليوم باش نحكيوا على التبول لا ارادي عند الطفل. من عمر نولي نقولوا تبول لا ارادي عند الطفل ويولي كانه معناها مشكل هو في من العمر احنا نحدوه لخمسة سنوات. خاطر ثلاثة سنوات الاولانيين الطفل يبدا بشوي بشوي يتعلم ونحيوا له الكوش ويتعلم كيفاش يسومانتيان وما يعملش بيبي. وجوستومون هنا احنا باش نحكيو سورتو على التبول الليلي. اللي التبول اللي في الليل. معناتها التبول الليلي ما يعبر عنه باللينوريزي. فهمت اللي هو جزء من التبول الارادي. اما هو يهم أكثر شريحة متاع أطفال. باهي. التبول الليلي والنيوريزي مش نحكيو عليه اليوم هو سبب قلق. نفس يعني؟ لا من الأول يبدأ قلق للناس اللي محيطين بالطفل. خاطر الطفل من الأول خمس سنين فهمت مش فاهم الوضع هي. بون دو طون زون طون فهمت يقوم يتبول على روحه يلقى روحه في الليل في النهار مبلول. امه تجي وهنا جانسيست علي ماذا به الموضوع هذا يبدا اون دي سري اي سورتو سي افيك لا مير معناتها افيك الام. اي يبدا حاجه ما بينتها هي وياه. فهمت ما يجمش ماذا به بقيت حتى العائله ما تسمعش ما تعرفش اخواته. بو يجي يسمع اذا خاطر مي سورتو خويت ولا الاقارب هكا. الاقارب هكا بعد تولي مشكله خاطر حتى يولي ما ينجمش يمشي بعد يضيف عند صحابه باش تعطي مشاكل شخلق له كومبلكس. فوالا اي دونك احنا نقولوا ابارتير دو 5 ans اذا فما تبول لا ارادي نتاع دو أ تروا فوا باغ سومان. فهمت ماذا بيه الأم تهز ولدها للطبيب أخصائي باش نعاونوه باش نخرجوا. ما نقولش مرض أنا راه نقول حالة من الحالة هذه. داكوغ سي با اون مالادي. فهمت الحالة هذه اللي هي في أغلب الأحيان إذا مش في كل الأحيان باش نلقوا لها حل. داكوغ يعني نشوفوها باش مرتبطه اسونسيلمون معناها علاش الصغير مثلا في عمر الخمسه سنين ينجم يشد روحه اربع ايام في الجمعه وثلاث ايام في الجمعه مثلا ما يشدش. شنو هي الاسباب هذاك فما تشخيص كامل يصير. في اغلب الاحيان هو علاش السبب الرئيسي هو كون فما عباد وقت يرقدوا نقولوا احنا نومهم ثقيل. يزون سومي بروفون. وقت يرقد تتعبى المثانه خاطر هي كيفاش الكلوه هي تخلق البول. ومن بعد ما يعبطوا الزوز يتلم في المثانه اللي هو سي ريزيرفوار. الريزيرفوار هذاك هو ملقي مع المخ بدينار. وقت يصير فيه اون سارتان كونتيتي هو يعطي اون اليرت للمخ يقول له
امشي تبول. وقت يهبط الشخص في بعض الساعات في بعض الأحيان في نوم عميق فهمت ما يحسش بروح. ولذا هيك لو سونتر اللي يقولوا سير لو ريزيرفوار تعبى برا امشي فرق ريزيرفوار تاعك ما يبدا ما معطاهش لو سينيال يمشي يتبول على روحه. نرجع لحاجه تري تري امبورطونت اللي هي ردوا بالنا لا يفو با معناتها كولبابيليزي لونفون سي تري تري هذاك خاطر سافا ابروفوندير باش يزيد يعمق اي الحاله عمرك لجيل لولدك تقول له كيفاش انت انت في عمرك ومازلت تقول أي. أي. شبيه خوك اصغر منك وما يقولش لا الوغ لا تو فا تروماتيزي لونفون اي تو فا ابروفوندير باش تزيد تعمق الحاله نتاعو بالعكس يسمك تحكي معه تقول له هذه حاله باش تتعدى وباش نلقاو حل كيفاش باش نعالجوها نعالجوها ونتعداوها الحاله هذه اي سافا بارتي ريت اما يفو جامي فما بيد يعملوا حتى اون هوميلياسيون معناتها يذلوا مستوى في عمرك مازلت تلقاها الام منرفزه تقوم تلقى الفرش مبلول دونك سافا لو كريي معناتها الواحد كرفي تو لو كولبابيليز الولد هذاك تزيد تعمق له الحاله اللي هي اي وقتاش نجموا نتقلقوا ولا نقلقوا ان طونك مامون بارون من التبول الارادي ما قلت لك ابارتير دو 5 ans فهمت à partir de 5 ans اذا قعد ديما اون كونتينيتي معناتها مرتين ثلاثه مرات في الجمعه كل لا سا دون اون سونيت دالارم باش تمشي تشوف الاختصاصي باش فما دو ليكسبلوري خاطر بارفوا فما تشوهات معناتها عنده الشكاره نتاعو ليزيرفوار صغير في ساي تعبى يفرغ دونك في ساي تعبى فما كيما قلت لك لو ريفلكس هذا اللي باش يعطيه باش يمشي يتبول يبدا مازال ماهوش حاجات عضوية مي بعد ساعات لا نفسية مش نفسية مي النوم الثقيل اللي عنده فهمت لافيسي بارفوا سي كونتراكت اكثر من اللي يلزم فهمت نهديوها يلزم نهديوها ولذا معناتها من الاول يفو ريكونفورتي لونفون نقول له راهي مش مشكلة باش نوصلوا نحلوها وسافا اتر اونتر لونفون et la mère surtout. Voilà. وفما في بعض في اغلب الاحيان نسمع معناها لوميت يحكي ويقول لك توصل لعمر معين 9 سنين و10 سنين وكل وتصير مع الطفل حاجه كيف نادي مع الطفل تولي فما برشا اسئله علاش ولدي في العمر هذايا صارت له الحكايه هذايا يا لندرا في النهار هذاك شنو صار له والا شنو هي الحكايه اللي سمعها شنو هي البيرتيرباسيون على النيوريزي سكوندير اي يشيح له العيد معناتها يولي ما عادش يقول على روحه ترجع له لا الفو ليكسبلوري زاد دو علاش رجع امور بسيكولوجية صارت له شي صدمه صارت له شي كذا صارت له شي نحكي على التبول اللا ارادي اللي جينيرالمون يتمادى مع الطفل اي اللي هو يتصفيق. هو راهو فما اون بتيت كومبوزونت هيريديتير معناتها كان تجي تلوج انت عنده ليد اللي يبدا عنده تبول هيرادي 30% راهو واحد من لي بارون نتاعو عنده تبول هيرادي وقت كان صغير وما يقولش واذا زوز لا مش ما يقولش لا ما يقولوش لبعض واذا بعد واحد كل واحد واحد الحكايه في لا إذا الزوز يبداو عندهم تبول ولاد تولي 70% جاي منهم يعني فهمت دوك بربي ما تلومش على ولدك تعمل له مشاكل وانت عندك الحكايه هذه فو كولبابيليزي لا 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 حكايه عاديه حاله تتعدى ما تخوفش ما تخوفش بالكل طريقة علاجها ما زاد كيف كيف طريقة علاجها سهلة ونوصلوا لتري بون ريزولتا انا جيت ميم شفت حتى حالات في عمر 18 سنه ولا 20 سنه باش تولي تقلق خاطر هي مش تدخل ممكن سن الزواج ولا باش تعرف على اشخاص شخص ولا نعم. في حياتها والحاله هذه باش تولي تقلق قلق كبير طبعا ولا باش الوليد يمشي يضيف عند صحابه ولا كذا سافا كري ان تري غرون بروبليم بسيكولوجيك داكوغ
واضح وجه واضح بعد هيك حالة نغزل لك عينيك وقبلة وتسمع وتتصنت معنا دكتور راهو كان فما الحالة وانت مش تتزوج لي في مارس ترجع لي كيك يا اخويا في مقربك يقولوا لي زولتك هذا شنو اللي بعثته دكتور يحكي وانا تفكر في صغري خاطر انا كنت عندي ملل حالة وتمديت معايا تفكر حتى شي كاتريام اني بريمير 10% دي زونفون 10% من الصغار يقعدوا عند معناتها الحاله هي بعد يتخبعوها ايامات عصيبه تعدينا بها بوجوج الحمد لله الحمد لله كيف ما قال الدكتور حاله وتتعالج وتمشي على روحها شكرا لك دكتور فما حاجه طريق العلاج ما تخبش تقول لي مش شكرا مش نشكرك ونزيد نشكرك نخبي فيه الشكر ياسر من بعد اوكي يلا طريق العلاج طريق العلاج فما طريقه العلاج هي اول حاجه فما التوصيات توصيات واحد باش يتبول تشرب ياسر ماء حتى راه انسان كبير اي يلزمو تفقد روحك تشربش ياسر ماء خاطر بل النوم الفتره اللي من يصير المغرب حتى لليل ولذا فما اربع نصائح تفضل النصيحة الأولى كونه يلزم الإنسان حاجته بالماء وحاجته بالليكيد وحاجته بالجازوز وقت يبدأ صغير وحاجته كذا كذا ما بارتير من المغرب ينقص الماء يولي يشرب الماء كان شيء فريمون سيلونا بزوان سينو ينقص وتفهموا انت تفهموا راهو يلزم يدخل في في المنظومة اللي معناتها il doit être responsabilisé هو باش يولي طرف في العلاج بعد ساعة تدخل واحدة باش تجيب معها ولدها انت تبدا تحكي معها وهي تولي هي تجاوبك قول لا مدام يعني بعد ساعات حتى ناخذ الوليد وحده باش نحكي له نقول له بون راهو بور لو ترونكيليزي من الاول هذه حكايه فارغه وتتصلح وكذا كذا دونك اول حاجه لازم نقصوا شربين الماء من بعد المغرب ثاني حاجه راهو بالنسبه للصغيرات اللي عندهم التبول لا ارادي اي بيان سور لا نحكيو هذا موضوعنا فوالا اي ثاني حاجه هي كونوا وقت قبل ما يمشي باش يرقد لازم يتعدى للتواليت بور فيدي لا فيسي بور ديمنوي لا كوز فوالا في بعض الحالات نطلبوا من الام باش مثلا ثلاثه ولا اربع سوايع من بعد النوم تفيق تقاوم حبذا كان تحط لاسونري نتاعو انسونري نتاع وحده في باش هي باش لو ريفلكس هذاك يتكون الحاله اللي بعد هي العلاج داير فما في البلدان المتقدمه يعملوا دي كابتور او نيفو دو سليب باش ديكولي لي بريمير لي بريمير غوت يهبطوا طفطط يضرب نقوز قول قوم راك سي شكرت عبيد باش تبحر راهي شويه بور لو بريباري ومن بعد عاد نتعداو للعلاج اللي هو doit être prescrit bien sûr par un médecin فهمت وانتي والحالة وانتي والحالة وكذا كذا بقينا فما حاجة أخرى pour responsabiliser l'enfant فما حاجة زادة اللي هي فما ان كالندري خاطر احنا وقت باش نحكموا على التبول يلزمنا مدة من بعد تبدا انت العلاج مره بال مره ما بالش بور احنا بور افوار كيك شوز دوبجيكتيف قداش تبول من مره اسكو نقص هكذا احنا فما نعمل كالندري اللي هو فيه معناتها ايام الاسبوع الكل وفيه دو فاسون شيماتيك شمس ولا سحاب تمطر معناتها لونفون اي طبعا اي هو الفول ريسبونسابيليزي لازم يعمل كروا أي؟ على كان نهار معناتها تبول يعمل على الـ على المطر يكروا على المطر وكانوا شايح يعمل على الشمس بور لو سونسيبيليزي اي بور لو ريسبونسابيليزي خاطر يلزم يدخل هو طرف في العلاج فهمت وكا هو اون برانسيب اذا ياخذ الدواء نتاعه ومشى طبيب باهي يبرع يعني اكيد دكتور محمد سيسي الكراي بارك الله فيك سامي سامحني بارك الله فيك شكرا ليك على النصائح هذه الكل بارك الله فيك يعيشك باش نشوف من بعد تصريح لطيف العرفاوي وثير الجدل ربع السيفي ترد على هلا الزواجي الاخبار هذوما الكلهم وغيرها نلقاوها مع يوسف في اخبار النجوم.